سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم يقول احذروا المهلكات الثلاث وذكر منها اعجاب المرء بنفسه اعجاب المرء المرء بنفسه ان تعجب بعملك يعني انت صليت في رمضان، تهجدت في رمضان، ختمت القران ثلاث مرات او اربع او خمس فإياك والعجب، إياك ان تعجب بنفسك بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا فاني اخاف عليكم العجب يا الله وكأن الشيطان ما إن تفك له السلاسل وتفك له الأغلال حتى يأتيك فيقول أيها الشيخ المتهجد أيها الشيخ الصائم أيها الرجل العابد يا باش مهندس ده أنت ختمت القرآن كذا مرة يكفيك هذا سيصل بك إلى الجنة ستكون بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أقول لك إياك لان حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من صلاته يقول استغفر الله العظيم يا الله رسول الله يستغفر عندما ينتهي من عمله رسول الله يستغفر عندما ينتهي من صلاته وكذلك الفاروق عمر من عمر؟ الذي وافقه القرآن وكان يوافق القرآن، كان القرآن يتنزل موافقا لرأي عمر فاذا به يقول لو نادى مناد من قبل الله عز وجل يوم القيامه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فقال المنادي كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لظننت انه عمر، يا الله عثمان بن عفان الحيي الذي تزوج ببنتي رسول الله يقول في يوم القيامه لو وقفت ولا ادري اين اصير اما الى جنه عدن او في المهالك هالك فاتمنى ان اصير رمادا يا الله يصير رمادا وهو صحابي من صحابه رسول الله الذي قال النبي يوما من يشتري بئر رومه وله دلو كدلو المسلمين وله مثلها في الجنه فاذا بعثمان بن عفان ياتي بماله ويذهب لصاحبها رجل الاعمال اليهودي ويقول له بعني هذه البئر يا يهودي قال لا ابيعك البئر كامله انما اشتري اشتر شطرها نصفها قال بكم؟ قال باثني عشر الف درهما مبلغ كبير جدا فاعطاه له فكان اذا جاء يوم سيدنا عثمان جعل هذا اليوم بلا مال وبلا مقابل فاخذ الناس ما يحتاجون اليه